السلام عليكم البنات، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. خرجتكم معايا لهاد الجريده كاينه حدانا. خرجنا وخرجتكم معايا باش تفوجوا شويه مع فهاد الجريده هذه. واللي اول مره كيدخل لقناتي مرحبا به، وما تنساوش ديال الضغط على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجميع الجديد ان شاء الله. شوفوا هاد الجرده دي، الصراحه كبر كبر الشجر فيها وكبر النباتات اللي فيها والورد وداكشي، تبارك الله ولات غزاله. هاد الجرده كاينه في حي مولاي اسماعيل. هادوك مال الكريرسات تما كاينه، كيبيعوا الصوصيت، تبيعوا الماكله. المهم كاع الماكله في العشيه هنايا كتكون الدنيا عامره. دابا راه كاينه عيش حتى والبرد، داكشي علاش ما كاينينش الناس. كاين انا اللي كندور هنايا ما كاينينش الناس باقي. جيت زعما كاينه نجلس شويه هنايا ساعه، داك الضص بارد تقدرش تجلس عليه. ايوا هادي الجريده وهادي شي، انا راه في ما بانت لي شي قطعه تنمشي لعندها. ها انتم شوفوها، شتي مسكينه ما عرفتش قطيط ولا قطيطه. انا عاد تنقول مسكينه مولفه، الناس مولفه، كتكون في جنب القهاوي وكتكون معاها، كتكون يعني كتولي بحال المربيه مع الناس، تولي ما كتخافش من ماشي زعما كاين شي وحده اللي كتهرب ولا شي حاجه، لا. هادو تيكونوا تيدخلوا مع الناس ويجلسوا معاهم في القهاوي ولا تيكونوا في الدار، تيكونوا مولفين الناس. كاينين شي وحدين عي كتقاسيهم وكيهربوا. مشيت تسخرت ورجعت، ايوا ودزت عاوتاني الجرده ثاني نصور لكم شويه. شو تبارك الله كبيره، ماشي كبيره بزاف، ولكن هذا هو المتنفس الواحد اللي كاين في حي مولاي اسماعيل. من غير الجبال، كاينين الجبال من جهه اخرى من الاخر ديال الحي، كاين تما، كاين راني مصوره لكم الجبال من تما. ودابا كنصور زعما كاينه سينيماتيك، زعما راني اتطورت في التصوير. الجو ديال الشتا زوين، ولكن انايا كنميل للجو ديال الصيف. داكشي وخرج دابا شويه هنايا نفوج واحد شويه. وبصراحه انا خرجت باش نتسخر، مشيت تسخرت لشي حاجه. هذاك الجامع راه فين كاين؟ يعني قريب كلشي. هاد الجرده هادي جامعه جات في وسط حي مولاي اسماعيل، يعني جمعت المقاطعه، جمعت كوميساريه، جمعت الجامع، جمعت القهاوي كاع دايرين بيها. عطا الله ما تجلسي ما تشوفي، كلشي قريب. هلا سامديها كلشي قريب. ايوا الحمد لله الحمد لله. ايوا هنايا زعما جيت نجلس ساعه لقيت الضص بارد. ايوا قلت نصور شويه، واخا عاهد الهواء ديال هاد الشجر وداك الشيء كتحسي. وهذا هو الفلوق ديالنا ديال هاد الجريده هادي. خرجت هاد الخريجه هادي غير بسيطه، وقلت نصور، علاش لا ما نصورش؟ يعني ما كاين ما نصور هاد الساعه، الله ما خرجت مع الشتا وداكشي، ما بقينا لا خرجنا لا والو. قلنا ندوزو واخا عاد الفيديو هذا ندوزوه، وقبلوا عليا. وهذا مكان واحد الاخوات طلبوا ليا شي وصفات طبيعيين، وان شاء الله غادي نشوف هنا مكونات اللي عندي موجودين في الدار، وان شاء الله هي غادي ننزل. يعني لقيت اي وحده فيهم، لقيت المكونات ديالها هما اللي موجودين عندي، هي اللي غندير. وهذا الشيء اللي كاين. واللي بغات شي وصفه ولا اللي بغات شي حاجه وبغاتني ننزلها ليها ونوريها ليها وداك الشيء، ما عندي حتى شي مشكل. يقولوا لي شنو هي الوصفه اللي بغيتو وانا ننزلها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونخليكم مع لا فيديو حتى الاخير، وغندير لكم شويه الموسيقى شويه نكمل بها الفيديو صافي. والسلام عليكم.